قرر مجلس النواب رد مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2016 المقدم من الحكومة بحجة أنه رجعي عرفي ويكرس نهج الجباية. كما أقر المجلس خلال جلسة صباحية عقدها اليوم القانون المعدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية، وبحث المجلس عددا آخر من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله. مزيد من التفاصيل في تقرير جورج برهم. جلسة تشريعية لمجلس النواب ناقش فيها المجلس عددا من القوانين المدرجة على جدول أعماله، حيث بدأ بمناقشة قانون الأرصاد الجوية والذي أقرته الحكومة مؤخرا، واعتبره عدد كبير من النواب ردة فعل حكومية. اختلف النواب بين مؤيد ومعارض للقانون، وذهب بعضهم إلى مباركة جهود الحكومة في إقرار هذا القانون، واعتبروه تنظيما لعمل الأرصاد ووضع حد لمن يتلاعب بأمننا ويمارس هواياته على الشعب والمؤسسات الحكومية. أنا باعتقادي أن القضية قضية أمن وطني، حينما يتم إشغال مؤسسات الوطن كافة جراء التكهن بوجود منخفضات جوية، هذا مكلف جدا لمؤسسات الوطن، يجعل المواطن أيضا في حالة إرباك. نواب آخرون اعتبروا ما تفعله الحكومة سياسة لتكميم الأفواه، واصفين القانون بالرجعي والعرفي ويتنافى مع ما تنادي به الحكومة من قوانين إصلاحية. وإن كانت الحكومة تؤمن بمرجعيتها الوحيدة وهي دائرة الأرصاد الجوية، فلماذا تلتفت إلى جهات خاصة أخرى؟ الآن بهذا القانون ممنوع حدا يحكي، هذا يدخل لو حطيتوه ضمن قانون الإرهاب يا حكومة أحسن، لو حطيتوه ضمن قانون الإرهاب، مدام تكميم أفواه حتى المتنبئ الجوي ممنوع يحكي. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور رد بأن هذا القانون ليس ردة فعل، ولا يمكن أن تستهدف الحكومة الجهات العلمية والبحثية لا بالتضييق ولا بالطمس، ومن الخطأ أن تقوم الحكومة بحصر البحث العلمي في دائرة حكومية وحيدة. والحكومة لا تضع قوانين كرد فعل غضبة بعد شتوى، وقد ولد هذا الانطباع من توافق إيداع القانون لمجلس الأمة بعد خطأ تنبؤي وقعت به الدائرة أولا ومراكز التنبؤ الأخرى ثانيا. وبعد نقاش طويل رد النواب القانون، ما يعني ذهابه إلى غرفة التشريع الأخرى مجلس الأعيان، وتساؤلات عن جدوى هذه الخطوة من قبل بعض النواب، واعتبروها خطوة في صالح الحكومة. من مع رد القانون برفع الأيدي؟ الأغلبية إذن مع رد القانون، شكرا لكم. المجلس باشر بعد ذلك بمناقشة قوانين عديدة، ومنها قانون تسوية النزاعات الذي اعتبره عدد كبير من النواب بأنه إصلاحي بامتياز وقانون تقدمي وحل بديل لتقريب وجهات النظر بشكل ودي وحل الأمور بين المواطنين خارج إطار القضاء، فيما وافق المجلس على تحويله للجنة القانونية وإعطائه صفة الاستعجال. جورج برهم، رؤية